لا تزال تداعيات وآثار وفاة زعيم الأمة الشهيد البطل شيخ المجاهدين محمد عبد العزيز سارية المفعول بكافة أماكن تواجد أبناء الشعب الصحراوي في مشرق الأرض ومغربها. ففي العيون وغيرها من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وعلى الرغم من الحصار المكثف والانتشار الواسع الذي عمدت إليه سلطات الاحتلال المغربي بشكل غير مسبوق من خلال نشر كافة أجهزتها وقواتها القمعية المخزنية المدنية منها والعسكرية والاستخباراتية في كافة زقاق وشوارع العيون المحتلة، فإن الجماهير الصحراوية تأبى إلى أن تواصل تفاعلها مع هذا الحدث الجلل والفاجعة الأليمة. فمنذ الإعلان عن نبأ وفاة الزعيم البطل والقائد الهمام شيخ المجاهدين محمد عبد العزيز وشوارع العيون المحتلة وأحيائها وزقاقها وبيوتها تعرف حراكا جماهيريا واسعا ومنقطع النظير يطبعه الحزن والأسى على فراق القائد الفذ وكذا الوفاء والإخلاص له. ففي اليوم الأول خرجت جموع الجماهير الصحراوية بعفويتها لتواسي بعضها البعض وتعزي بعضها البعض في الفقيد الشهيد، فامتلأت شوارع العيون المحتلة وزقاقها وأحيائها ببنات وأبناء الشعب الصحراوي الشرفاء، فامتزجت دموع الحزن والأسى بالزغاريد وبالشعارات الوطنية المؤكدة على الوفاء لمسيرة النضال التي خطها الشهداء الأبرار بأفعالهم العظيمة ودمائهم الزكية. وفي الأيام الموالية ستتواصل مظاهر الحزن والأسى بالمناطق المحتلة بدءا بإقامة خيمة العزاء قرب منزل عائلة فقيد الشعب الصحراوي عرفت تقاطر أفواج الصحراويين على الرغم من الحصار المشدد والخانق الذي عمدت إليه سلطات الاحتلال التي تفاجأت بالكم الهائل لحشود المعزين الصحراويين، فعمدت إلى إسقاط خيمة العزاء والاستيلاء عليها ونقلها لوجهة مجهولة ومنع المعزين بالقوة من الوصول إلى منزل أسرة الشهيد. بعد صلاة الجمعة سوف تعمد الجماهير الصحراوية إلى إقامة صلاة الغائب، الشيء الذي دفع بقوة القمع المخزني وفيه استريثة معهودة إلى الاعتداء على حرمة المساجد ومنع المصلين من إقامة الصلاة، بل والاعتداء عليهم بواسطة الضرب والتنكيل والرفس والركل والمطاردة بالهروات وبحجارة، وهو الأمر الذي لا يزال يتكرر في بعض مساجد العيون المحتلة التي تأمها الغالبية الصحراوية، حيث باتت مطوقة ومحروسة الأبواب ويمنع على بعض المناضلين ولوجها لتأدية فريضة الصلاة. ويبقى تفاعل الجماهير الصحراوية بالمناطق المحتلة شأنها في ذلك شأن أبناء الشعب الصحراوي في كل مكان مع هذا الحدث الأليم والحدث الجلل بهذه الصورة من الوفاء لرجل عظيم من رجالات هذه الأمة تفاعلا طبيعيا وعفويا. فالشهيد شيخ المجاهدين محمد عبد العزيز استطاع أن يحتل مكانة خاصة ومساحة واسعة في قلوب كافة الصحراويين كبيرهم وصغيرهم نسائهم ورجالهم، وذلك بفضل طيبته ودماثة خلقه ومثاليته وعضويته وعطفه وصدق أمانته وخدمته لشعبه صغيره قبل كبيره وضعيفه قبل قويه. فقد رحل رحيل الأبطال الشرفاء الذين استطاعوا أن يدونوا اسمهم وبأحرف بارزة في تاريخ البشرية جمعاء. فعلا فقد رحل القائد الفذ وانتقل إلى جوار ربه، لكن روحه الطاهرة ستظل حاضرة في كل مكان وزمان مع أبناء الشعب الصحراوي مجسدة للوحدة الوطنية التي ستظل أمانة في أعناقنا جميعا. رحل محمد عبد العزيز ولسان حالنا يقول: محمد نجم الكون يوم غاب، تململت له الأرض بالبكاء والنحيب والندم، فماذا يجدي العزاء في غياب كوكبنا إذا خط دمع العين في القرطاس بالقلم. محمود الحيسن، العيون المحتلة.